لا انا عندنا في تاع غاز هذاك راح لنا كومبلي، فهمتي باش باتيمون كومبلي راحت. حوادث مميتة، عشرات الضحايا في شهر واحد. السبب المباشر هو الاختناق بالغازات المحترقة، والسبب الحقيقي هو الاستهتار وعدم احترام شروط الوقاية. لا لا هذه بلومري اللي انا نحن ما نعرف انا ان شاء الله باذن الله دوك يعطاني النصيحه ان شاء الله بربي باذن الله نبدلهم. واش كاين تاريخ الانتهاء كما هذا المثال ديالو في 2021 راه في 3 سنين ميت والسيد راه مستعمله نورمال غير بستار وصايب، معناتها هنايا نعاودو نمومو هذا يتعاود قادر يدير لافويت قادر يدير له انفجار هنايا يعني. نو كاينين الحوايج هنايا قلنا لها تنحيهم، هذا سي باز ان ساشلاج هذايا هنايا هاد المنطقه هذه ماشي باش نشفوا بها الحوايج. حاجه ثانيه عندنا لا كوندويت هذه اللي مال فيكسي، لقينا لا كوندويت ديفاكياسيون تاع لي غاز بروليه مخدومه بون ماتيير كي ني با اديكوات. حنا اون دوموند باش يديروا لاسي غالفانيزي هذاك اللي بلو دور اللي في لي غاز بروليه هذايا مع السخانه رانا شفنا ديجا ديبي دو كوروزيون عليه. دو بليس لقيناه ماشي مجوانتي يتلحى وحده. ثالثه اللي لقيناها ايضا لو بوزيسيونمون تاع ليفاكواسيون تاعو الي كيما يقولوا غير مطابقه، هذه تجي الفوق. تجاوزات بالجمله تم تسجيلها في الخرجه التفقديه والتوعويه التي قامت بها مصالح صنع الغاز بالتنسيق مع الحمايه المدنيه وجمعيات المجتمع المدني بالمقاطعه الاداريه لزيرالدا. العائلة الأولى اللي رانا بدينا بها راكم شفتوا تجاوزات اللي راهي تحدث في عماراتنا في 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 منازلنا، ولهذا يعني الدولة قررت أنها تحارب هذا أو على الأقل توعي الشعب بهذا الخطر الدائم هذا واللي يحصد أرواح كثيرة. المواطن هذا اللي رانا دخلنا ليه شفتوا كيفاش كان عايش يعني في كارثة، كان قادر يصرى له حادث في أي لحظة. المقاطعة الإدارية لزيرالدا وعلى غرار باقي المقاطعات الإدارية قامت بالانطلاق في عملية التحسيس الوطنية التي أطلقتها السلطة العليا في البلاد بخصوص التحذير من مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون والآثار الكبيرة اللي نجمت عنه، أرقام مخيفة ومرعبة. دونك في شهر جونفي 2023 بلغنا 53 وفاة جراء هذا الحوادث، يعني حوادث مؤسفة. خلال خرجة ميدانية مست أحد الأحياء السكنية لم نجد بيتاً واحداً يطابق المعايير اللازمة للوقاية من حوادث الغاز. ممنوع من عن بعد نديرها كدايا تخسر شوية دراهم، دير حاجة مليحة، حاجة اللي ما تشكلش الخطر عليك وعلى أولادك وعلى العائلة تاعك. الاستهتار سيد الموقف تحت شعار رب ستار، والنتيجة إبادة عائلات بأكملها.